اخواني اخواتي، اليوم جيت لكم بواحد الموضوع جديد ومعه واحد الهديه جديده اللي حتى واحد ما كيتوقعها وحتى واحد ما كيعرفها، يعني اغلبيه ديالكم ما كيعرفوهاش. وهذه الهديه كتساعد على انقاص الوزن، وكما كتعرفوا كلشي باغي باش ينقص الوزن ديالو وكلشي كيتسائل على شنو هذه الهديه. اذا الهديه ديالنا هي المعدنوس. اذا المعدنوس عنده واحد الاهميه كبيره في انقاص الوزن، وهذه بالتجربه ديالي. انا في الاول ما كنت كناكل واحد السيمانه كان كيعجبني، كنت دوزاته واحد السيمانه ما كنتش عارفه الفائده ديالو، كنت كناكلو ديك السيمانه داومتو مزيان. ايوا مورا ملي كمل ديك السيمانه كنشوف راسي نقصت بزاف، كنسول كنقول كيفاش نوقع لي انا نقصتو وانا ما كندير لا مارش لا رياضه لا حتى حاجه وغير جالسه في الدار. اذا مع مرور الوقت اكتشفت بان السبب ديالي في انقاص الوزن السريع جدا هو المعدنوس. المعدنوس عنده واحد الفضل كبير في انقاص الوزن. اذا اي واحد باغي باش ينقص الوزن ديالو وتخلص من السموم في الجسم ديالو كنصحو باش يدير باش ياكل المعدنوس. المعدنوس يعني لحقاش الاغلبيه ديال الناس دابا كنشوفوهم كيمشيو كيضيعوا فلوسهم في بزاف ديال الدوايات وبزاف ديال الوصفات الطبيعيه وكذا، وفي التالي حتى حاجه. المهم انا كنصحكم باش تاكل معدنوس، وطبعا كتسالوا على الطريقه ديال الاكل ديالو لحقاش كاين بزاف الطريقه ديال الاكل اللي تستعملوها في المعدنوس. اشدوا المعدنوس ياك وغادي نشد شي جوج ولا ثلاثه، ما كيهمش الوقت اللي فوقاش تاكلي المعدنوس ولا لا. بحال دابا انت كدور في الكوزينه بغيتي تمشي تاكلي المعدنوس، غتمشي تشدي تما كان عندك تشديه وتغسلي واحد ثلاثه ديال العرشات ديال المعدنوس وديريها في فمك وتاكلي. اصلا المذاق ديالو زوين، ماشي شي مذاق خايب وغادي يجيك ساهل. وفي التالي هانتيا ما خسرتي والو، يعني شحال يعني كل ما كتجي باش طيبي كتهزي شويه يعني، وواحد النتيجه اللي كتكون فائقة. اذا دابا غادي نمشيو للفوائد الاخرى ديال المعدنوس. اول فائده في الجسم ديال الانسان ديال المعدنوس هو كيساعد على حمايه ديال القلب من الامراض، وكيساعد على التوسيع ديال الشرايين وكيمنع داك التقلص ديالها، وكيخفض النسبه ديال الكوليسترول في الدم. الناس اللي عندهم الكوليسترول كنصحكم باش تاكلوا المعدنوس. وايضا كما كنعرفوا بلي في هذا المجتمع ديالنا زادوا بزاف ديال الامراض، ومنهم مرض السرطان اللي ولا واحد المرض كثير في هاد الاواني الاخيره. والله نجينا ونجيكم. كنصحكم باش تاكل معدنوس باش تحاربوا مرض السرطان وتحميوا راسكم باش من هذا المرض. اذا حتى نتوما وليداتكم عطيو لهم مره معكم معدنوس باش تحميوا راسكم من هذا المرض وما تخليوش باش يتكون عندكم. يساعد على الحفاظ على صحة الكلاوي والحماية ديالها، وبجهة أخرى على حسب المظهر ديال الإنسان والرشاقة ديالو فهو كيحسن مظهر البشرة وكيحارب ظهور التجاعيد، ما كيخليش التجاعيد يظهروا فيخليهمش باش يبانوا. علاش؟ لحقاش فيه واحد الفيتامين اللي هو فيتامين جي. فيتامين جي معروف وكيساعد بزاف باش ما يخليش الجلد ديالك ينشف، الجلد ديالك ما كيخليش ينشف وما كيخليش باش يجيولك التجاعيد. اذا وهو ايضا كيحافظ على كما قلنا على الصحه ديال الكلاوي، وكيمنع من تسربات ديال الحصى فيها، وعاوتاني كينشط الدوره الدمويه وكيساعد على عمليه الهضم. وهاد عمليه الهضم في هضم الدهون والبروتينات، وكيخلص الجسم من الفضلات والغازات. وعاوتاني دابا نمشيو لصحاب السكر، الناس اللي فيها السكر وباغيه باش تعاون راسها، فان المعدنوس كيخفض النسبه ديال السكر في الدم. اذا الناس اللي عندها السكر بغات باش تخفض نسبه ديال السكر في الدم ديالها كنصحها باش تاكل معدنوس، يا اما تغليه وديروه في الماء وتغليه وتخليه يطبخ وتشربوه في الصباح على الريق وتشربوه في الليل. وعاوتاني كيساعد على تحسين افرازات الهرمونات الانثويه وتنظيم الدوره الشهريه. اذا كما شفتوا المعدنوس عنده واحد الاهميه كبيره في تخصيص الجسم ديالنا من السموم والامراض. وايضا ما نساوش اهميه التخصيص ثم التخصيص. اذا كنتمنى بانكم تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو،
و الى كانت شي اسئله ولا شي حاجه كنتمنى تقولوها لي في التعليقات، وشكرا جزيلا.